اخر ده 9 شهور بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم اخواتي وحبايبي متابعين قناه العالمي. طبعا زي ما تعودنا قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين نصلي على النبي كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم في شهر داوود عشان كلنا في معانا. النهارده فيديو جميل، فيديو محترم، بيع وشراء كلابس والجمعه مش عارف كويسه بس احنا هنا. بارقام التليفون، كان من الطعام مش من الطعام، ليه شهاده ملهوش، ليه رخصه، في اسم الشراسه، الكلام ده كله طبعا بتصوره وبلانا اللي احنا بنتكلم فيه وبدات الناس تتفاعل معايا. فمعلش سامحوني لو في حد طلب مني اي حاجه في سوق الجمعه والله ما عرفش اتواصل مع صاحبها او ما عرفش اصورها، فانا بقى غصب عني مش في مزاجي. بس الايام الجايه دي بلانا نظبط فيها والدنيا تظبط معايا. رغم كده انا كنت انزل 3 فيديوهات في اليوم، يعني حاله الصبح وحاله بالليل وفيديو في النص، يعني الفيديو مثلا بقى يعدي 10 دقايق و12 دقيقه. فربنا كرمنا ظبطنا الدنيا دي. فانا بشكر كل اخ وكل اخت عندي على القناه بيتابعوني ويقولوا ايه الحلو فيها وايه الوحش، ما يزعلش ولا لما حد يقول حاجه وحشه، ده شيء بيفرحني. طبعا برضه زي ما اتعودنا لو انت اول مره تخش على القناه ما تنساش انت تشترك لي، لو عجبك الفيديو علامه لايك واشتراك، بعد ذلك جرس يوصلك كل جديد بحيث ان انا بقدم محتوى كويس. ولو في اي حد مثلا عنده اي فكره جديده تخص القناه او اي مثلا حاجه تخص القناه تحت امره اي حاجه يبعت يقول لي وانا تحت امره حاولنا ننفذها ونشوف الدنيا فيها. يا رب الفيديو يعجبك والسلام على التعليقات بتاعتي. ده عمرها قد ايه يا صاحب العالم؟ 2 ونص وبتتفرج عليها. عمرها سنتين ونص. بسم الله ما شاء الله. لا يا صاحبي الكلبة بيتي ومعلومة. يعني كده المفروض مثلا فوت لها مرة. فوت لها مرة شكلها عندك مرتين؟ بيبقى عندي 3 مرات. 3 مرات. بسم الله ما شاء الله. ليها دفتر بقى تطعيم والشراء بتاعتها وكل حاجة موجودة. لا رخصة والشهادة التطعيم بتاعتها موجودين مصريات. موجودين مصريات، يعني طعام بس ما فيش دفتر. لا صح. ده عاملة كام؟ بس صورة حلوة والنبي صورة كده. عاملة كام يا عالمي؟ عاملة 2000. 2000؟ فايدة ولا في كلام تاني؟ والله فايدة معلش. كام رقم التليفون؟ 011 470 99 379. المكان فين؟ طلبية. طلبية حبيبي عالمي أحسن ناس. ده عمره قد ايه الدرع ده؟ عمره قد ايه؟ سنتين وشهر. جوز كم مرة؟ مرة. كذا واحدة؟ متطعم اخش هتقطع مقطع ولا؟ متطعم؟ دي دفتر؟ دي دفتر. ده عامل كم؟ 4000. فايدة ولا في كلام تاني؟ فايدة 3 ونص. فايدة 3 ونص. كم رقم التليفون؟ 011 59 55 379. المكان فين؟ شبرا مصر. شبرا مصر حبيبي عالمي. ده عمره قد ايه؟ سنة و4 شهور. اتجوز ولا؟ اتجوزت. ها انت بتقول من الطعم مع الدفتر بتاعه صح كده؟ حبيبي ده عامل كام؟ 4000 ونص. فايض ولا في كلام تاني؟ بس حبيبي كام رقم في اكيد طبعا. كام رقم التليفون؟ 031 874 38 28 25. المكان فين؟ سلا زينة حبيبي علامة احسن ناس. حبيبي عالمي ده عمره قد ايه الدغر ده؟ سنتين ونص. بسم الله ما شاء الله. اتجوز كم مره؟ 3 مرات. 3 جوازات. عمر في الثلاثه ولا في حاجه فوتت منه؟ لا عمر في الثلاثه. واخد شهاده طعماته وحاجته ولا؟ اه واخد طعماته. دفتر موجود؟ سعار بس. حبيبي عالمي الرخصة بتاعته. ده عامل كام؟ اخر 2 ونص. كام رقم التليفون؟ 011 4 3 5 9
0054. المكان فين؟ مرج حبيبي علامه احسن ناس. ده نوعه ايه؟ والماستيف عمره قد ايه؟ 9 شهور. بسم الله ما شاء الله. واخد تطعيمات وحاجته ولا متطعم ولا دفتر بتاعه موجود؟ يعني متطعم بس من غير دفتر صح كده؟ يعني دفتر موجود معاك مش حماك عليه حبيبي. ده عامل كام؟ 4000. فايده ولا في كلام تاني؟ طيب كم رقم التليفون؟ كم رقم التليفون؟ 010-611-90-295. المكان فين؟ عبود حبيبي احسن ناس. متاية صح كده؟ في اليوم الثالث. في اليوم الثالث. 13 شهر. 13 شهر. طماطم حاجتها موجوده تقريبا كده صح ولا؟ كل حاجتها. ده عامله كام؟ عامله 8000 فايده ان شاء الله. 8000 فايده؟ ان شاء الله. حبيبي على ده لو ربنا دي للبيع ولا؟ ان شاء الله. حبيبي. ده عمرهم قد ايه دول؟ 65 يوم. 65 يوم؟ ثنائي. الدخل عامل كام؟ الدخل عامل 2.5. فايده ولا في كلام تاني؟ لا فايده. فايده. كم رقم التليفون؟ 010 922 61 853. حبيبي علامة. ماشي علامة. ماشي. حبيبي تسلم. ده عمره قد ايه الدجر ده؟ سنة. سنة الا اسبوع. واخد تطعيماته وحاجته ولا؟ اه. ومعروف خطوة في بتاع المنزل عشان الشيء بتاعه وقع. لف وش فاكر عني؟ خد اقعد يا اقعد. ده عامل كام؟ 8000. بيضة ولا؟ بيضة. كم رقم التليفون؟ 011 55 91 31 83. المكان فين؟ الإيمان. الإيمان حبيبي علامة. حبيبي علامة. دي نوعها ايه؟ بيت بلبولي. عمرها قد ايه؟ 18 شهر. يعني المفروض انت فوت لها مره خلفت مره ولا خلفت المرتين على طول؟ مره. ورقه تطعيماتها وحاجتها بقى ولا؟ متطعمه، الدفتر بتاعها موجود، ورقه كله موجود. ده عامله كام؟ انا بايعها ب 1000 ونص. 1000 ونص. فايده ولا في كلام تاني؟ لا فايده. كم رقم التليفون؟ 011 230 82 131. المكان فين؟ شارع 9 سكنات المعادي. سكنات المعادي ولا اخر شارع 9؟ اخر شارع 9 سكنات المعادي. اخر شارع 9. حبيبي علامة. ده عمرها قد ايه؟ 3 شهور. طالع عندك ولا انت شاريها؟ ايه؟ طالع عندك ولا انت شاريها؟ لا شاريه من المزرعه. شاريه من المزرعه. عمره 3 شهور صح كده؟ واخد تطعيماته وحاجته ولا؟ اه. واخد تطعيماته وفي دفتر؟ في دفتر. ده عامل كام؟ 6000. 6000 ونص. فايده ولا في كلام تاني؟ اللي انت عايزه. لا اللي انت عاوزه مش انا عاوزه. في كلام ولا؟ في كلام. كام رقم التليفون؟ 011-26-137-23. المكان فين؟ الوان. حبيبي علامة. ده عمره قد ايه؟ سنة. متعب ولا؟ واخد تطعيماته وحاجته؟ في دفتر؟ مفيش دفتر. ده عامل كام؟ 2000. فايده ولا في كلام تاني؟ في كلام. كم رقم التليفون؟ 011 56 96 21 57. المكان فين؟
المعادي معالي دار السلام حبيبي عالمي. لا وقف بقى، ده عمره قد ايه الدخر ده؟ 9 شهور. بسم الله ما شاء الله. واخد تطعيماته وحقته ولا ما تطعمش؟ ده عامل كام؟ عامل كام؟ 2000. فايدة ولا في كلام تاني؟ فايدة ولا في كلام تاني؟ بس هو يعني حالته فوق الممتاز. في كلام تاني. كام رقم التليفون؟ 011 26. معلش قول الرقم من تاني. قول الرقم من تاني. 011 26 94 72 3. المكان فين؟ درب الأحمر. درب الأحمر حبيبي علامة أحسن ناس.